صدق الله العظيم. أهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وبث مباشر جديد، وبثنا النهاردة من داخل مقبرة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. في مثل هذا اليوم الخميس 20 يناير، ذكرى ميلاد واحد من أبرز وأشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم حتى وبالرغم من مرور 53 عاما على رحيله، حيث توفي في 20 يونيو عام 1969، ولقب بالصوت محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه. قال عنه الشيخ محمد متولي الشعراوي أنه ورفاقه الأربعة مقرئين الآخر
يركبون مركبا ويبحرون في بحر القرآن الكريم، ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. الشيخ محمد صديق المنشاوي ابن مركز المنشا بمحافظة سوهاج سافر إلى العديد من البلدان بدعوات من رؤساء دول، وكان يحمل في الخمسينيات لقب مقرئ الجمهورية العربية المتحدة. الشيخ محمد صديق المنشاوي قرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى ومساجد الكويت وسوريا وليبيا وباكستان وغيرها من المساجد حول العالم. نكب الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه بالصوت الباكي لما في صوته من نبرة حزينة وأداء